ما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع قرب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي الأشعري اليماني رحمة الله عليه في كتابه النفيس المسمى بالنصائح الدينية والوصايا الإيمانية. ولا يزال الشيخ رحمه الله يرغبنا إلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، بعد أن تحدث عن صلاة التسبيح وتحدث عن بعض النوافل المستحبة كالإحياء بين العشاءين من المغرب والعشاء، قال وأما قيام الليل ففضله عظيم. هنا تحدث عن قيام الليل، كما تعرفون أن الليل يبدأ من الغروب بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فباعتباره تحدث عن صلاة الأوابين وهي أحياء ما بين المغرب والعشاء، فهنا يتحدث عن قيام الليل المقصود به ما بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر، لأن هذه الأوقات المباركة الشريفة الميمونة التي ربنا سبحانه وتعالى يتجلى لعباده ويقبل من عباده الدعاء، كما جاء في حديث البخاري إن الله عز وجل يقول في الثلث الأخير من الليل هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. لذلك بعض المشايخ كان يسمون الليل مدرسة، قيام الليل اسمه مدرسة الليل، مدرسة الليل. قال وأما قيام الليل ففضله عظيم وثوابه جزيل، والوارد في فضله من الكتاب والسنة شيء كثير يطول ذكره ويعسر حصره. قال الله تعالى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو المزمل، لما نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام الأمين الروح الأمين وأخبره بأنه نبي آخر الزمان، فهو يعني وقع عليه شيء عظيم، فذهب إلى بيته بيت السيدة خديجة رضي الله عنها عليها السلام يقول زملوني 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 زملوني. فقال ربنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي أن هذه المهام التي ستنتظرك. النبي عليه الصلاة والسلام هو الموحد الوحيد، أي أنه سيغير العالم كله. يا أيها المزمل قم الليل، أي تزود بقيام الليل، احتاج مع الطاقة العلاج بالطاقة والطاقة، الإنسان عنده طاقة. أعظم ما يستمد فيه الإنسان من الطاقة الإيجابية من أذكار وصلاة عن النبي، المجالس التي نتناجس معكم نتبرك بكم في الذكر، هذه كلها الطاقة، وخاصة قيام الليل، لأن هذه الأزمنة زمان تجلي، الناس كلهم نيام، فأنت تقوم وتتوضأ لرب العالمين تجد بين يديه وتسجد وتركع وتستمد من الله سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بماذا تتزود به؟ عليك بقيام الليل، أفضل زاد قيام الليل، كما يروى أن المجدد القائد الرباني الولي الصالح صلاح الدين الأيوبي هو يفتح بيت المقدس، يفتح بيت المقدس، كما أن محمد الفاتح هو الذي فتح القسطنطينية. قبل صلاح الدين كم من أولياء وكم من علماء وكم من أمراء وكم من سلاطين وكم خلفاء أرادوا أن يفتحوا بيت المقدس، لكن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لما كان يمر هو والجنود بتاعه مر على عباد من التصوفاء، فقال أحد القادة، هذا القادة الكبار، وقال نحن نقاتل الأعداء وأنتم مع عزم المسبحة وقيام الليل، فقال صلاح الدين أسكت يا هذا، فوالله إن سهامنا تصيب وتخطئ، أما سهام هؤلاء فتصيب ولا تخطئ. تعبلك النصر يكون غير بالسلاح، غير بالصواريخ ولا لا، صواريخ الليل، الزاد الذي يكون بالليل، فوالله هؤلاء سهامهم تصيب ولا تخطئ أبدا.
وهذا سر صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي كان له شيخ في التربية كما كان لمحمد الفاتح شيخ في التربية. فكل من وفق ليفتح للإسلام والمسلمين لابد أن يكون ربانيا، شرط هذا الوزم يقوم النبي على قدم على رسول الله ربي. أول حاجة يا الوزم قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. ثم قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى أن تكون قويا من أهل السماء تلك القوة من قيام الليل.